يكون معانا ومع حضراتكم الآن نيافة الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها. نيافة الأنبا مرقس، برحب بنيافتك معانا. اهلا، ازيك يا دكتورة؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك نيافة الانبا مرقس. والحقيقه طبعا احنا لسه كنا بنتكلم عن المشكله اللي حاصله في قريه الجلاء بسملوط، وان المتشددين عايزين يمنعوا الكنيسه، وان احنا كمان في شبرا الخيمه دي مش اول مره حكايه ان يكون في ايضا محاولات لبناء حصلت قبل كده كنايس، او انه يكون في دلوقتي الموضوع سبب المشكله مبنى الخدمات. فنيافتك شايف دلوقتي يعني نعرف التفاصيل ايه، والمهندس ده ازاي بعد ما العمل تم يقول انه يوقف العمل وعايزين جراج؟ الحقيقة هي في مشاكل، يمكن أهم مشكلة دي أنا عندي قرار جمهوري سنة 73 بإنشاء الكنيسة في قرية المنيرة التابعة للقناطر، نعم، وإلى الآن مش عارف أبنيها من نفس الحكاية نيافة 73. الأنبا مرقس، متشددين منعين. ده كل شوية يجي ضابط يقول لا، يجي حاجة في مجلس المدينة يقول لا. طب عاوزين ايه؟ عاوزين كذا، حاضر. عاوزين ايه كذا، حاضر. وانا بصراحة الحد دي اللي بكلمك فيها انا مش عارف هم عايزين ايه تاني. من سنة من 73. 73 قرار جمهوري، قرار جمهوري بإنشاء كنيسة. اما الموضوع الاخير ده، انا عندي موضوعين. الموضوع ده الحقيقة احنا بعد ما قدمنا رسومات وخدنا رخصة وبعدين نيجي نبني، الناس اللي في المنطقة يمنعونا. استنينا شوية، الأمن قالوا استنى شوية، حاضر استنينا. وبعد كده جددنا الرخصة. وبعد كده جينا نبتدي نبني، وقفوا البناء قالوا لا، الرخصة دي لازم تتعدل ويتعمل فيها جراج. الله، ده احنا مقدمين الرسم من 4 سنين واخدين الرخصة من 4 سنين، ما قلتولناش ليه من 4 سنين نعمل جراج؟ طب حاضر، وقدمنا الرسم اللي فيه الجراج ولسه لحد النهارده ما جناش استكمال الاعمال. يعني وعندنا اهو نيافتك ارض قدمته ثانيه. كمان، يعني انتوا يعني اللي مكتوب في الخبر نيافة الانبا مرقس ان بالفعل تم حفر الاساس وعمل حصيرة بالحديد، يعني هل في امكانية بعد ما تم عملنا في جزء، الجزء الثاني قالوا لنا مش هتكملوا الا ما تعملوا جراج. حاضر، في الجزء تمام. الثاني الجزء الأكبر قلنا حاضر نعمل جراج، وبعتنا الرسومات. من قد ايه نيافة وإلى الانبا الآن مرقس؟ نعم مبعوثة من امتى كده؟ بقى مبعوثة من حوالي، ما طلبوا مننا من حوالي أسبوع بعد ما جبنا الأسمنت والزلط والحديد وكله، قالوا لنا كده حاضر. طب ما قلتلناش ليه من ساعتها؟ أهو ده اللي حصل، يعني مع طبعا إن شيء غريب. علاقة بالأمن هايلة قوي وبالمحافظ هايلة قوي، لكن يظهر في ناس من تحت هي اللي موظفين. بتشتغل وهي اللي بتعكر الجو. وعندنا أرض تانية واخدين بيها رخصة، كل ما نيجي نبني بعض من الموجودين في المنطقة يمنعونا من المباني. فين هي منطقة؟ نلتجئ للأمن، بنفسنا في نفس المنطقة متنمى، ما متنمى ومن طي جنب بعض على طول. ميت نامة ومن طاي. من متنامة دي كل ما نيجي نبقى عندنا رخصة، بعدين الرخصة تنتهي نجددها، لكن مش قادرين نشتغل طيب ومش نيافة عارفين الأنبا نعمل مرقس، ايه. يعني نيافتك شايف حل المشاكل دي كلها ازاي؟ ويعني أنا كان لسه القانون، معايا أبونا استفانوس من مطرنيه صمالوط، قال لك إن الأمن قالوا لهم كده للمتشددين إن إحنا لا إما ننفذ القرار الجمهورية لا إما إن كده هتبقى هيبة الدولة سقطت. فهل المفترض ان يكون في مثلا لجنه مسؤوله في الوزاره، يعني حل كل هذه المشاكل؟ يعني عند نيافتك في ابرشيه شبرا الخيمه ولوحدها عندكم 3 مشاكل بنفس المواضيع، اما موظفين متعنتين او انه قرارات متاخده والدنيا مش ماشيه برضه، فما الحل؟ تنفيذ القانون هو الحل. لما واحد بيخالف القانون بيمسكوه وبيقضوا عليه. تمام. طب دول منعنا ان احنا ننفذ القانون. نفذوا بقى قانون لما واحد يتعدى على واحد، او واحد يمنع واحد من انه يبني ومعاه رخصه والرخصه صالحه. ما اعرفش القانون بقى يطبقوه ويعملوا ازاي.
يعني المفترض ان ده مع الموضوع ده مع وزارة الداخلية كده. ده لازم يعني الداخلية لازم تقول القانون هيتنفذ يعني هيتنفذ، واللي يحاول يعطل القانون يتحبس. مش في ما قانون هو بكده؟ اسفل مقاطعة نيابتك، لكن اللي بيردوا بيقولوا انه احنا عاملين على مصلحتكم وعلى حياتكم. اصل انتوا دلوقتي احنا لو نفذنا القانون بالعافية يعني غصب عن عين الناس دي، انتوا هتتعرضوا للقتل، ومش بعيد يحرقوا لكم الكنيسة ويحرقوا لكم بيوتكم. فاحنا معلش يعني بنتعامل زي ما هم قالوا كده في صملوط، قالوا لهم في صملوط ادونا مهلة اسبوع نحاول نلين دماغ الناس المتشددين دول. لا، المتشدد يجي يتقبض عليه ويقول له تعالى هنا، انت متشدد ايه؟ ده من حقه يبني. الله، يعني ايه متشدد؟ لما يعني بيلاقي واحد نيافتك معترض متشدد على ضد نظام الدولة الطبطبة، يعني بيتقبض نظام عليه الطبطبة ده هو اللي جايبنا لورا. طبعا، نعم. ودي هتضيع هيبة الدولة. فين هيبة الدولة في تنفيذ القانون؟ لما واحد بيكسر إشارة مش بيخالفوه، ولما ما دفعش المخالفة مش بيتسجن. قانون بالظبط موجود. لا، الدولة بالظبط. الهيبة بتاعتها بتنفيذ القانون. تمام. لكن نيجي يعني نقول يا جماعة استنوا استنوا، لما كنا بننتظر في السنين اللي فاتت جانا بقى الإرهاب، والناس دي كبرت واستفحلت وبقت لها سلطة طالما القانون مش طايلها. بقى بالظبط. ليهم سلطة، والإرهاب ده جه منين؟ ناس ما بتخضعش للقانون، والقانون ما طالهاش. لا، يا ولا ريت أعلم الدولة كيف يتم تبقى سماح، بتاعتها. يعني إزاي الأمن يسمح بأنه يقعد جلسة صلح أو جلسة عرفية، يعني مش صلح، جلسة عرفية زي اللي حصل في صمالوط ده، وإنهم بيتكلموا بإيه شروطكم بقى؟ إيه متشددين أنتوا؟ لا، ده إحنا بنقعد ونتكلم معاهم ونسمع شروطهم. الكنيسة تتبني دور واحد، الكنيسة ما بقاش فيها منارة، الكنيسة يبقى لها باب واحد. أو أنا برضو يعني بصراحة بتعجب جدا من فكرة إن وجود عنصر أمني في مثل هذه الجلسات. يعني احنا بنتكلم على انت ازاي كشخص امن تسمح لنفسك بانك انت بتتفاوض وبتملي بتخلي المتشددين يملوا شروطهم عليك وعلى المسيحيين. طب احنا عندنا رخصة اللي هي بنتكلم فيها، اللي هي اللي عايزين فيها دراج، رخصة مكتوب فيها مبنى خدمات كنسية. نعم. فيجوا الاخوة اللي موجودين في المنطقة يقعدوا بحضور مسؤولين في المحافظة، ويتخلوا الكاهن يكتب اقرار ان مبنى الخدمات ده ما يكونش فيه كنيسة. لو الكنيسة هتضركم في ايه؟ هتضر في ايه؟ انا عايز افهم. لو الكنيسة بتعلم فساد معلش، لو الكنيسة بتعلم مخالفة القانون معلش، الكنيسة بتعلم الناس يحترموا القانون ويمشوا أمناء في البلد ويكون ناس مثمرين في البلد وحلوين. ومع ذلك أبونا مضى، بس مضى بناء عليه على مجموعة من الناس قالت له يا أبونا لازم تمضي، إن إحنا مش إنك مش هتعمل كنيسة هنا. أنا عايز أعرف اللي بيدي القرارات دي، الدولة ولا الشعب؟ بس كده. ومش اي نوعية من الشعب نيافة الانبا مرقص ده، انت بتتكلم على انك لا طبعا، بتطبطب على متشددين هم اللي بيخرج منهم داعش. يعني المفترض احنا كدولة بتحاكم وبتحاسب بالمفروض انك بتحارب هذا النوع من الارهاب. ما هو ده ارهاب، دي نواة الارهاب في الصعيد اللي بتثمر عن ده وعندكم، زي مثلا ناس زي دي. ما هي الناس اللي رافضة الكنيسة يبقى بتكفر المسيحي، يبقى هتقتل المسيحي، يبقى هتعمل ارهاب، يبقى هتروح تشارك في الذبح والقتل اينما كان. يعني فبالتالي انت لو انت يعني انا شايفة بصراحة ونفسي انه ده يعني كمان مش عارفة، يعني هل المفترض ان يكون في تدخل من قبل الكنيسة نيافة الانبا مرقص لانه الدولة تعي انه هذا الامر يعني لا يصح في عصر وحكم الرئيس السيسي الآن؟ الرئيس السيسي كلنا بنحبه وراجل جد 100%، لكن مش هو اللي بيعمل كل حاجة. نعم. المفروض في ناس وراه بتحاول تشوف هو ماشي ازاي ويمشي زيه. الراجل ده مخلص وامين انا عاوز اسأله سؤال، هو بينام امتى الراجل ده؟ صح، ربنا يكون في بينام عونه. امتى؟ بيستريح امتى؟ بياكل امتى؟ الله يكون في عونه. لكن يا ترى هل كل المسؤولين في الدولة، وبرضه بيحلف رئيس الوزراء الحقيقة برضه ما بينامش الراجل، ومعاه مجموعة وزراء كتير زي الفل، والمحافظين زي الفل، المشكلة مش في دول،
مشكلة أحيانا في بعض الناس اللي هم لهم بعض الصلاحيات، هم بيعطلوا بيعكروا الجو ومش قادرين ياخدوا قرار مع هؤلاء الناس اللي هم متشددين. وزي ما احنا بنقول من شوية، المتشدد النهاردة بيخالف القانون بكرة يبقى إرهابي. بالظبط. تمام. يعني نقدر ربنا نقول يستر إن شاء الله. الأمر، يعني هل ممكن نقول إنه يمكن مع تغيير وزير الداخلية وتعيين اللواء مجدي عبد الغفار من المحتمل ونأمل إن الأمور تتغير في هذا الشأن؟ الحقيقة الحكاية مش وزير بس، الحكاية في ستاف منظومة. موجود، الوزير ما بيشتغلش لوحده. ما ممكن الوزير يبقى زي الفل 10 على 10. ومدير الأمن عندنا احنا بنحبه جدا وزي الفل، والأمن الوطني زي الفلين. لكن اللي موظفين. مش دول هم اللي ليهم الكلمة الأخيرة. هم صحيح لهم سلطة، لكن في تحت ناس بتشتغل، وفي مجلس المدينة جايز رئيس المجلس زي الفل، لكن جايز الناس المهندسين واللي حواليه محتاجين مراجعة. تمام. لكن الأمر في النهاية المفترض، يعني إنه الأمر ده يوضع أمام الحكومة، والمفترض إن أنت كل، يعني المفترض إن إحنا في ليه رئيس وزراء، في ليه وزير، في ليه مدير قطاع أو مدير أمن، ما هو علشان يحكم الموظفين اللي تحتيه، وعلشان لو في أي يعني خروج عن المسار المطلوب يبقى كده في أساسا يعني يتحاكم الموظف. يعني زي الموظف اللي هو المهندس ده اللي هو طلب منكم الجراج ده، يعني اعتقد انه يعني ده بيعطل البناء، يتشاف الموظف ده اهدافه ايه، هل ده قانوني هل ده مش لا قانوني. طب ما قلناش من الاول ليه؟ بالظبط بالظبط. الجراج فده ده اللي احنا اخترعوه بنقوله دلوقتي. انه اها تمام. معلش يعني احنا برضو على فكره الجراج ده يفيدنا، انا ما زعلتش ان طلبوا جراج، بس خدت على خاطري ان هم يطلبوه دلوقتي، ما طلبوش من الاول ليه؟ طبعا. طب انا عملت وقدمت قدمت لك الرسومات يا سيدي، خلينا اشتغل. تمام. الاسمنت في العراء والحديد في العراء ومعرض الناس تاخده. طبعا. يعني خلينا نتمنى منهم الدنيا. سرعة الرد دلوقتي ما دام انتوا يعني فعلا يعني نيافتك قمتوا بالمطلوب وبالأوراق واستوفيتوا الأمور ومستعدين خلاص تعملوا الجراج، يبقى بالتالي المفترض يكون الرد سريعا على إعادة رسومات السماح خلاص، بإعادة. احنا نعم. قدمنا رسومات. تمام. يبقى ده المفروض. والموضوعين التانيين اللي نيافتك ذكرتهم بالنسبة لميت نما وبالنسبة للمنيرة، اعتقد يعني انه دول بقى نرجع لقصة المنظومة اللي هي المفترض ان هي تراعي ربنا وتنفذ القانون، منظومة يكون كل بالظبط، هدفهم تنفيذ القانون في كل هكذا الاحداث بتخالف اللي بتحصل. الرسول. نعم. الرخصة بتقول كذا تقول حاضر، تمام لكن نيجي ننفذها كل واحد يطلع له بحجة. تمام لكن فاعتقد انه صدقيني انا واثق ان بجهد الرئيس والناس اللي معاه كل الامور دي هتتصلح، بس عاوزه وقت. الرئيس ورث ميراث صعب جدا جدا جدا، الله يكون في عونه نعم كل نعم المسؤولين ربنا يكون برضه في عونه، ورثوا ميراث. وكلنا بنصلي له. وطبعا زي ما نيافتك عارف على طول بتبقى الصلوات القداسات وكل الصلوات من أجل الرئيس. صدقيني قلنا للشعب يصلوا حتى في صلواتهم الخاصة من تمام أجل الدولة وأبنائها ونظامها ومن أجل الرئيس. تمام طيب هل يعني أطمع في لو نيافتك عندك فكرة عن موضوع إنه بالفعل الخبر صحيح بالنسبة لحل أزمة طريق وادي الريان؟ لا ده متاخد فيه قرار لجنه مجمعيه شكلها قداسه البابا، وخلى نيافه الانبا ابراهام ونيافه الانبا مكاريس ونيافه الانبا ارميه هم اللي يبقوا متفاهمين دايما. ايوه مع نيافتك. متفاهمين دايما مع مجموعه الرهبان اللي هناك، وهم الوسطاء بين الرهبان والدوله. لكن اتخذ قرار بان الطريق يبقى كويس، وفي حاجات تانية كويسة بس مش بنقولها. يعني ربنا يكمل الأمور للخير. امين يا رب. يعني كده نقدر نقول، انا بس علشان كده احنا سعدنا جدا بالخبر ده انه الانبا ابرام قال خلاص انتهاء ازمه دير الريان بموافقه الرهبان، والحمد لله يعني. وده اللي احنا كنا ما هو بنأمله أنبا ان إبراهام هو المسؤول عن الموضوع، فلو قال انتهت يبقى انتهت يعني. طيب يبقى كده خير يا رب ان شاء الله. ونتمنى يعني كل الحاجات الحلوه اللي يعني يتم الاعلان عنها. نيافه الانبا مرقص برضو عايزين نفرح معاكم دايما. أخذ بركة تحت أمرك، متشكرين بشكرك. لاهتمامكم.
بشكرك نيافة الأنبا مرقص وجودك معانا. تعيشي نيافة في الأنبا لفتة مرقص معاك. تعيشي ربنا معاك. نيافة الأنبا تعيشي مرقص ومع كل الشعب تعيشي والحقيقة ومع كل الحكومة والمسؤولين، وإنه إحنا اللي بنطالب بيه تنفيذ القانون بكل شدة وحزم. لو نفذت القانون يبقى أنت بتحمي الدولة من إنك أنت ما يبقاش فيه نواة للإرهاب وبؤرة للإرهاب، لأنك المتشدد ده هو اللي بيبقى إرهابي بعد كده. هتسيبه وتطبطب عليه يبقى هيبقى عارف إن كل حاجة هتيجي بالشكل ده بلوي الدراع. ما ينفعش ان احنا نقول خلينا نتفاهم معاهم ونتناقش معاهم، مفيش حاجة اسمها كده. متشدد بيمنع تنفيذ قانون يعاقب هذا المتشدد، ما يتطبطبش عليه الحقيقة.